لو سيادتك أصبحت رئيس جمهورية، دور زوجتك هيكون ليها دور في دور سياسي اجتماعي، ولا يعني هيبقى فيه حجب تماما عن الظهور؟ لا هتبقى سيدة مصر الأولى يعني، فإيه اللي ممكن تعمل؟ زمان أنا مبسوط أوي لما بسمعك كده. طبعا يعني وارد، يعني وارد ليه لأ؟ لا يعني حضرتك طبعا أنا فأكيد بتسمعنا. طبعا أنا كان نفسي إن احنا نعمل لها اتصال بصراحة يعني. هي فإيه إيه هل ممكن حضرتك شايف، لأن حضرتك عارف زوجتك كويس يعني، هل ممكن إيه المجال اللي ممكن هي تشارك فيه، ولا هي من النوع السيدات اللي ممكن ما تحبش إنها تشارك خالص في كده يعني؟ لا وده منعًا للمشاكل يعني. مثلًا سيدة مصر الأولى السيدة انتصار، زي ما بيقولوا حد مش عايز يظهر ولا ليه دور اجتماعي، لانه احنا دلوقتي اليومين دول بصراحة اصبحنا في ايام وفي وقت يعني ما حدش بيعجبه حاجة، واللي بيعترض اكتر من اللي بيعجب، واللي فهي زي ما بيقولوا مكتفية بدور اجتماعي بسيط جدا وخيري بسيط جدا. وانا زوجتي راوية اعتقد هي نفس الفكر برضو، هي ملهاش في الاندماج المجتمعي مش المجتمعي في العملي، هي ليها العيلة واولادها يعني هي بتهتم جدا بالحياة الاجتماعية بتاعتنا والداخلية ده دورها، لكن هي ملهاش في حتة الاندماجات مع المجتمع في شغل او اي حاجه. فهي يمكن عشان هي مش يعني ما تواجدش قدامها يا فندم دور، مثلا دور اجتماعي بيناديها ويحتم عليها انها تكون متواجده. يمكن هي من النوع السيدات اللي ممكن لما تلاقي انه ليها دور وممكن تعمله يمكن تحب انها ما يعني تتشجع يعني، ده شيء يشجعها يعني انها مثلا تساهم مثلا في دور المراه، مثلا تتعاون مثلا على المجلس القومي للمرأة، على مشاكل الجمعيات الخيرية. هل ممكن يعني تكون ليها هي عندها أحلام وخطط هي الحتة الخيرية وحتة دي عندها كتير أوي يعني، هي تحب تعمل الحاجات ديت وبتعمل حاجات كتيرة جدا، لكن من غير لا بروباجندا ولا حاجة بتعملها باحساسها فعلا، وهي مقتنعه بهذا الكلام وهذا الدور. فانا اعتقد ان هي مش هتنخرط في اي حاجه اجتماعيه كبيره مهمه، ولكن ممكن في تعمل مثلا عمل بيقول خير. ايه ابعد عن الشر وغني له. فهل احنا اليومين دول في المجتمع اليومين